نعم هذا القسم الذي رددتموه في بداية تكليفكم في مهمة إنسانية عظمى. تم اليوم حضورنا وتكريمنا في حفل الذي أقامه السيد النائب المستقل الأستاذ هيثم الفهد، وحيث تم تكريم العديد من الكوادر الطبية المتقدمة والكوادر الوسطية وبدرع من جناب الأستاذ، وذلك تقديرا للجهود في جهودنا المبذولة في علاج المرضى والقيام بإسناد لمكتب الأستاذ في توفير الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى المحالين من قبل المكتب، ونحن على أبوة الاستعداد إن شاء الله ومستمرين بالدعم للمرضى. اليوم حبينا نرد لهم ولو جزء من الجميل. طبعا مناسبة كل الكوادر الطبية والصحية في البصرة هم مشكورين ومتفضلين وجزاهم الله خير على ما يقدمون، لكن اليوم احنا انطينا فد نموذج، يعني نموذج إلى باقي الأطباء، هو بعنوان أنه الدعم درع تكريمي وشكر وتقدير، وأيضا ماضين إلى وزير الصحة لجلب الشكر والتقدير ومن رأس البرلمان شكر وتقدير لهم، إضافة إلى باقي الكوادر اللي ما حضروا واللي أساسا ما ذكروا بهذا التكريم. الغاية منها مو ليس أنه تمييز شخص عن شخص، ولكن لتمييز الحالات الإنسانية اللي قدموها. ومن هنا أناشد باقي الأطباء والمستشفيات الأهلية، عندنا أكثر مستشفى أهلي دعمت ضمن الرقعة الجغرافية، طبعا مستشفى الشفاء الاستثماري وأيضا مستشفى النبأ العظيم، و أيضا عيادات وأطباء خاصين ومستشفى البصر العام ومستشفى الزبار العام ومستشفى السياب العام، أجزهم الله خير ما قصروا. الحالات اللي دعمناها واللي عولجت في داخل القطر هذه، أما خارج القطر فأكيد حالات هي كبيرة جدا ورقمها ليس بالهين. تثبيت عملية هي مو فخر إنجاز وإنما مأساة إنجاز حقيقة. اليوم الصحة كحكومات مركزية وحكومات اتحادية وأيضا دوائر صحة في المحافظات، يعني نقدر نقول مقصرة في قضية الصحة، وأيضا الحكومة بأكملها وحتى البرلمان بدعم الصحة لغرض أنه بالواقع الصحي في العراق. 300 عملية متبنى من مكتب نائب واحد، هذا حجم ليس بهين، معناته أن المأساة كبيرة، معناته أنه أكو ناس معوزين كثيرين، معناته أنه أكو تقصير كثير في الصحة. أنا لا أذب اللائمة على مدراء المستشفيات أو على الأطباء، هذه الإمكانيات وهذه الحقيقة المرة اللي ضمن واقعنا الصحي. طبعا أنا اليوم يعني أشكرهم، جاي حتى أشكرهم وأشوف طبعا أشكرهم لأنهم نقذوني، ومو بس أنا، نقذوا هواي أطفال، يعني هواي أطفال نقذوهم من الموت ومن التعب، وأنا أشكرهم وكل شكري وتقديري. لو ما هم كان هسه يعني كان احنا ميتين. الحمد لله هم نقذونا من هاي الحياة والحمد لله. يعني اليوم اكو تكريم يروح للكادر الطبي، والله صراحة يستاهلون، كلهم يستاهلون لان هم جاي نقذون ارواح، فيستاهلون اكثر واكثر. والله نطلب من هذه الحكومة ان تمد هذا الجيش بالعدة والعدد حتى انه يكون لهم في مقام الدفاع عن انفسهم اول مرة، لأن هذا أول شيء أنا اللي أعرفه، حتى خطورة 100% ما عندهم، وأنه ناس أي شيء من الدولة عطاء لهم مجاني ماكو عطاء. أضف إلى ذلك أنه مستشفياتنا ليس لها عناية، ماكو أي شيء أنه يدخل من الحكومة عناية بهذا الطبيب أو عناية بهذا المستشفى أو عناية بهذا المكان. فنطلب من الحكومة أن يمدون هذا الجيش الأبيض بالعدة والعدد. اليوم كانت دعوة مميزة من جناب النائب لتكريم كوادر الجيش الأبيض من أطباء وكوادر تمريضية. احنا من هذا الموقف احنا نأكد ونجدد انه كل اطباء البصرة والكوادر الطبية في البصرة هي تتشرف بتقديم الخدمات الطبية والصحية والرعاية الصحية لابنائها واهلها من سكنة محافظة البصرة. اليوم لبينا دعوة الاستاذ هيثم الزرقاني النائب المستقل على تكريم الجيش الابيض ك
الكوادر الطبية، وهذا ليس بغريب على بعض الأخوة النواب في قضاء الزبير، ونحن بالسابق كشيوخ عشائر نحن داعمين الدعم الكلي للكوادر الطبية، وعلى هذا نحن وقعنا معاهدة على أن نكون نحن جنبا إلى جنب إلى الكوادر الطبية، مساندتهم من الناحية العشائرية ومن الناحية الاجتماعية، ونحن داعمين لهم الدعم الكلي.